اعتقد ان التشكيل الجديد النهارده يوم تاريخي في العالم، وارى ان هناك تكتل يتشكل لانشاء قوى جديده في العالم تضاهي الهيمنه القطب الاوحد وهي الولايات المتحده الامريكيه، ليس فقط مجرد تعاون تجاري ولكنه سيكون له مردود سياسي ومردود اكثر من اقتصادي. حضرتك العالم الان بيئن بسبب الدولاره، العالم الان بيئن بسبب ارتفاع الفائده الامريكيه، بسبب رفع الولايات المتحدة. لا يصح أن نتحكم في العالم عملة واحدة، وبالتالي سيكون لها أبعاد سياسية ومردود سياسي واقتصادي وتجاري وفي كل مناحي الحياة على العالم بأسره. طيب، هل ستحظى بريكس بذات الاهتمام الذي تحوزه مجموعة الـ20؟ يعني وما التنافسية التي قد تنشأ بينهما؟ حضرتك شايف ان التجمع الجديد بيضم عدد كبير او عدد او دول بتشكل تقريبا حوالي 40% من عدد سكان العالم، البرازيل، الهند، روسيا، الصين، وبانضمام مصر وهي محور مهم في منطقة الشرق الأوسط والعربية السعودية والإمارات. اعتقد انه سيكون تكتل جديد. لا أعتقد أن هناك يعني أمر يتعلق بالتنافس، ولكن نحن نريد قوة ثانية، نحن نريد الخروج من هيمنة الدولار على العالم ليس أكثر. ألو، نعم. طيب أستاذ محمد، مدى قدرة أعضاء بريكس القدماء والجدد في الاستغناء عن التعامل بالدولار؟ وهل العملات المحلية لهم قابلة لسد مكان الدولار؟ أنا أرى إن موضوع إن عملة جديدة تدخل محل الدولار هو أمر سابق له، وقد ألمح الرئيس الروسي في كلمته، لكن العملي والأكثر عملية هو التبادل بالعملات المحلية بين أعضاء الدول المشتركة في هذا التجمع. هذا الأمر يمكن التعامل به سريعا. أما إنشاء عملة جديدة، أعتقد أن اليورو لم يثبت كفاءته، وبالتالي الأكثر واقعية والأكثر منطقية هو التعامل البيني بين أعضاء الدول بعملاتهم المحلية. طيب، ما هو الموقف الأمريكي من هذا التوسع برأيك أستاذ محمد؟ يعني خاصة أن هذا التوسع يؤثر على سياسة القطب الواحد سياسيا كان أم اقتصاديا؟ سننتظر لنرى رد الفعل الأمريكي على ما سيحدث. هل ولكن يعني هل أمريكا بقدراتها أن تقف أمام هذا التكتل وهو يضم دول ذات يعني عدد كبير وذات تمثل حوالي 30% من حجم التجارة العالمي؟ لا نسبق الأحداث، ولكن أعتقد أن أمريكا ستنزعج لهذا الأمر لأن هذا سيهدد عرشها. من القاهرة محمد رجب، كاتب صحفي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.